والامام الحافظ شيخ الاسلام وفقيه الديار المصريه الليث بن سعد بن عبد الرحمن ابو الحارث الفهمي ولد بقرقشنده بمصر سنه وتسعين للهجره كان فقيها مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الاقليم فكان متولي مصر وقاضيها وناظرها يرجعون الى رايه ومشورته ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم، فاستعفى من ذلك. سمع الليث بن سعد من عطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة، وابن شهاب الزهري، وهشام بن عروة وغيرهم، وروى عنه خلق كثير، منهم ابن عجلان، وابن المبارك، ويحيى بن بكير وقتيبه بن سعيد وغيرهم قدمه الشافعي على مالك في الفقه وقال ابو داود سمعت احمد يقول ليس في المصريين اصح حديثا من الليث بن سعد قال ابن بكير كان الليث فقيها النفس عربي اللسان يحسن القران والنحو ويحفظ الحديث والشعر حسن المذاكره فما زال يذكر خصالا جميله ويعقد بيده حتى عقد عشره وقال لم ار مثله كان رحمه الله رجلا كريما يتحلى بالجود ويصل الناس بالعطاء ورغم كثره امواله الا انه لم تجب عليه زكاه قط فقد كان لا ينقضي الحول عنه حتى ينفقها ويتصدق بها قال ابو صالح سالت امراه الليث منا من عسل فامر لها بوعاء من جلد مملوء وقال سألت على قدرها وأعطيناها على قدر الساعة علينا توفي الليث رحمه الله للنصف من شعبان سنة خمس وسبعين ومائة للهجرة وكانت وفاته يوم جمعة رحمه الله رحمة واسعة